يعني حامد انت بيأمن لهذا واحد اسمه هارون؟ سيدي انا ما بأمن بحدا لا بهارون ولا بغيره، حتى كداس ما بأمن فيه. هلا بيعرف ليش انا بحب حامد وبيخليه يقعد عنده بمكتب ويشرب قهوه. لانه انت واحد بيفتح راسه وبيفكر. بس ما عم بعرف كيف تنشرب اي. شوف حامد، انا بيأمن لك وبيعرف منيح انه انت بس يروح على شغله بيعملها منيح كثير وصح. لهيك بدي منك مهمة تانية. وشو هي المهمة سيدي؟ أنا في معلومات عندي بيقول إنه أخرس بطل يشتغل معكم وبده يهرب. لا سيدي ما رح يهرب، ما بيقدر يهرب. ليش ما بيقدر يهرب؟ سيدي شنو بخاف على مرته الحبلانه. مو بس هيك، اخرس بيحب مرته. مضبوط، يهز بدنه وقال اخرس وبيحب. شان هيك هو يا هربوا من حاره الاصاب. شوف حامد، هذا اخرس لازم يرجع يشتغل معنا، واذا بده يهرب أنا برجعه حبس أو بخليه يموت. لا لا طول بالك سيدي، بس أعطيني كم يوم لحتى نخخ لك إياه وخليه يرجع يشتغل معنا مثل التوتو. توتو؟ توتو سيدي، هي توتو شغلة هيك مثل الكلب. آه كلب. طيب أنت كم يوم بدك لحتى يرجع يشتغل معك هذا مثل توتو؟ كم يوم سيدي، كم يوم بس. داكور، هلا انت بيروح بيشوف شغله وبسرعه كثير، لانه انا بدي اخلقي منه ومنك ومن هذا تبعك اللي اسمه فيصل اللي لهلا ما اشتغل شيء. حاضر سيدي، بوعدك بتحرك على السريع وساوي لك كل شيء بدك بسرعه. طيب يلا دايم على هواي. مع السلامه. شو هاي لغة عربي؟ كلمات كتير